ولدي ذاكرته ضعيفة مع الأرقام، ما يفرقش بيناتهم بسهولة، ما يحفظهمش بسهولة، كي تقولوا عليهم التواريخ والأرقام والعمليات كي تقولوا عليهم كأنه المعلومة دخلت من هنا وخرجت من هنا، تجي بعد شوية تلقاه ما يتذكر منهم حتى شيء. شنو الحل؟ شنجموا نعملوا باش نقوي وذاكرة أبنائنا مع الأرقام؟ أداة اليوم اللي باش نتكلم عليها اليوم تسمى بالإنجليزية The Major System، وهي اسم على مسمى، اسمها The Major System، معناها سيستم، منظومة، أداة قوية على الأخر. ويستعملوها شكون؟ يستعملوها اللي يشاركوا في المباريات الحفظ على مستوى عالمي، والفايزين معظمهم ولا كلهم في الحقيقة يثنيوا على الأداة هذه ويحثوا عليها. ولو تدخلوا تشوفوا تكتبوا Major System وتشوفوا الناس تتكلم عليها، من أقوى الأدوات اللي يمكن استخدامها مع حفظ الأرقام، وتكتبت عليها كتب أصلا، وأيضا دراسات علمية تمت على هذه الأداة، والكلهم يقولون الأداة قوية جدا. لماذا الأداة هذه قوية جدا؟ لأنها تقوم على مبدأ أساسي، The Picture Superiority Effect. إيش معناها The Picture Superiority Effect؟ معناها الذهن يحفظ بسهولة أكثر الصور أكثر من الكلمات والأرقام. والأداة هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على تحويل الأرقام وسلاسل الأرقام الطويلة جدا، تحويلها إلى ماذا؟ تحويلها إلى صور ذهنية ترسخ في الذاكرة. باش نعطيك مثال قبل ما نعطيك خطوات في الجزء الثاني من الفيديو هذا، نعطيك الخطوات ولكن نعطيك مثال باش تفهم قوة الأداة هذه. شوف، باش نعطيك سلسلة رقمية تو، شوف السلسلة الرقمية هذه بحاول تتذكرها. شوفها ترى السلسلة هي كالآتي: 2-0-3-0-0-8-7-0-7-2-5-7-1-1-5-6. تراه خزر لها السلسلة هذي، وقل لي تنجم تحفظها ولا لا، وقديش يلزمك وقت باش تحفظها هذا أولا. 2 إذا نجيك غدوة أنت حفظتها تو السلسلة هذي، ونجيك غدوة ونقول لك ذكرني بها، تذكرها ولا لا؟ شفت انه التحدي صار نوعا ما صعب شوية، ولكن فحوى الأداة هذه The Major System تخلي العملية بسيطة جدا. كيفاش تخلي العملية بسيطة جدا؟ تبع معايا الآن، سوف أعطيك الأرقام مش في صورة أرقام، مش نعطيك الأرقام في صورة قصة وفي صورة صور، وشوف انت من بعد ما نعطيك القصة والصور شوف تنجم تعودها ولا لا، وكي نجيك غدوة نقول لك عودها لي تنجم تعودها ولا لا. خلينا نشوف ونشوف الأرقام. أولا أول حاجة نبدأ ونقوم بها هي تشانكن. مش معنى تشانكن؟ إنه نفصل الأرقام عن بعضهم بطريقة ذات أو تؤدي إلى معنى. مش معنى تؤدي إلى معنى؟ نشوف الأرقام ونشوف الأرقام هذه عندها معنى بالنسبة لي، والأرقام اللي عندها معنى نفصلها على بعضها. مثلا نبدأ بالأرقام الأولى 20. 20 هذه ممكن تذكرني في 20 مارس، 3 هي مارس، 20 مارس. الرقم الآخر 3008، نوع سيارة يمكن سيارة بوجو 308. اللي بعدها 707 نجم تكون قهوة، اسمها 707 607. اللي بعدها 25 7، هذا 25 7 يذكرني باللي صار في تونس في 25 7. 11 نجم تذكرني في 11 سبتمبر اللي بعدها 56 هو الاستقلال تاع تونس. شوف إذا عطيتك القصة هذه مثلا وقلت لك نهار لو 20 مارس يوم الاستقلال في تونس قمت الصباح، إذن وقتش قمت؟ ذكر معي القصة باش تتذكر الأرقام. وقتش قمت؟ قمت يوم الاستقلال، الاحتفال بيوم الاستقلال اللي هو في 20/3. ركبت في كرهبتي، كرهبتي شنو؟ اللي هي بوجو 3008. تقولي تو ماهيش كرهبتي، ميسالش، مش هذا المشكل، خلي خيالك واسع وتخيل نفسك، ميسالش تخيل نفسك انك ركبت في 3008 بوجو. وين مشيت؟ مشيت القهوة 606. في القهوة تلاقيت مع أصحابك وحكيتوا في ثلاثة حاجات. شنو ثلاثة مواضيع اللي حكيتوا فيهم؟ حكيتوا على اللي صار في تونس في 25/7 في نهار 25/7، وحكيتوا على اللي صار في ورجعتوا بالتاريخ 11 سبتمبر 11 سبتمبر، وحكيتوا أيضا على الاستقلال تونس اللي هو 56. شفت القصة هذه
اذا نسالك غدوه على القصه هذه نقول لك عاود لي القصه هذه تنجم تعاودها. علاش؟ لانها ارتبطت في ذهنك بصور واحداث مترابطه وقصه، وبالتالي الروابط الذهنيه زادت حول هذه الارقام، وبامكانك انك تعيدها بصور. شفت الان ملي كانت ارقام مجرده ولا توجد علاقه بينها وليت ارقام عندها معنى، شفت اعطينا معنى والمعنى مترابط ويحمل قصه معينه يمكن تخزينها بسهوله. مش قلنا الذاكره هي انكودينج؟ شفت قوه الانكودينج. اذا هذا عموما وبكل بساطه مثال على قوه هذه الاداه. لكن عمليا كيفاش نعمل مع صغاري باش نوصل معاهم لهذا المستوى انه يولي يتذكر الارقام بسهوله؟ كيفاش نعمل؟ ما هي خطوات هذه الاداه اللي هي اسمها The Major System؟ الخطوه الاولى هي انه حقيقه فيها جملة من المتغيرات وحسب المستوى العلمي والمعرفي. هناك مستوى متقدم جدا اللي هو نربط الكلمات، نربط الأرقام بحروف، وقت الجينة الأرقام مع بعضها نحاول أنه نشكل كلمات ذات معنى، وهذا مستوى متقدم نخليه للجماعة اللي يقرأوا في الليسي في المعهد ولا يقراوا في الجامعه. بامكانهم انه يقوموا بعمليه البحث على الاداه هذه ويتعلموا ويدربوا عليه. لكن خلينا احنا نركزوا على الاباء والابناء، كيفاش انت تربي ولدك وتعاونوا انه يتعلم الاداه هذه، ولا من غير ما تحسسوا اللي انت قاعد تستعمل في اداه معقده معاه تستعملها بكل بساطه معاه وانت تلعب معاه، وبالتالي تستخدم الاداه هذه ويكون اثرها مباشر وملحوظ على قدرته على حفظ الارقام. خلينا نعطيكم صورة مبسطة لاستخدام هذه الأداة مع أبنائنا. أول شيء هو ربط الأرقام بصور، هذه الخطوة الأولى. تقول لي صور منين نجيبه؟ باش تسهل حفظ تلك الصور اختار صور تشبه لتلك الأرقام، عندها نفس الهيكل، نفس الجسم، نفس الملامح. إذا نشوف صور عندها نفس ملامح تلك الأرقام. نعطيك مثال، إذا نقولوا صفر دائرة يمكن تكون كرة، الواحد يمكن تكون شمعة، اثنين يمكن تكون بجعة، والبجعة عندها شبه بالاثنين. هذا اللي جاء لذهني الآن وهي صورة معتمدة كثيرا. يمكن أنت تلقى صورة أخرى. ثلاثة يمكن يكون قلب مقلوب أفقي. الأربعة يمكن يكون كرسي مقلوب على رأسه. الخمسة يمكن يكون ثعبان، ولكن حتى نتجنب الصورة السلبية والمشاعر السلبية مع الثعبان يمكن ناخذوا الصيدلية، رمز الصيدلية. الستة قد تكون ملعقة. السبعة قد يكون فاس، وانت اختار. هذه أمثلة وأمثلة معتمدة كثير، لكن انت اختار الأمثلة اللي تمشي معك. تسعة أو ثمانية رجل الثلج، كرة الفوق وكرة اللوت. التسعة قد تكون بالون أمبولة. إذا هذه جملة أو أمثلة على صور يمكن أن نستخدمها حتى نجد صورة شبيهة بتلك الأرقام. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي حفظ تلك الصور. لابد أن الصور هذه نحفظها. إذا نخدم في مرحلة أولى مع ولدي أنه نحفظ تلك الصور ونربط له في ذهنه تلك الصور بأرقام. معناه وقت نوريه صورة طول يعرف شنو يعرف الرقم. هذه ثاني، والعمليه تحتاج ضرب. صحيح باش تقولي توا هو ما حفظش وانا باش نزيد نحفظه حاجات اخرى، لا انت ماكش قاعد تخسر في الوقت، بالعكس انت قاعد تربح في الوقت. علاش؟ وقت يبدا عندك سيستم، والسيستم هذا يولي يخدم ويولي يمشي ويولي عنده فعاليه يربحك في برشا وقت. صحيح انت تخسر في وقت توا، ما قاعد تربح في برشا وقت من بعد. اذا الخطوه الثانيه انه تحفظوا تلك الاصوات وتربطها بالارقام. الخطوة الثالثة انه كيبدا عندك رقم باش تحفظ، ما تحول الارقام، ما تستخدمهمش كارقام، تحول الارقام كصور وتبني قصة بتلك الصور. نعطيك مثال، مثلا تحب تعلم ولدك تاريخ ميلاده. مثلا نقول ولدك تاريخ ميلاده 10/4/2015. كيفاش يحفظ هذه 10/4/2015؟ سير ياسر، حط له الرقم قدامه، بدل الارقام ببطاقات. مثلا الواحد حط الشمعة، الصفر كورة، الأربعة الكرسي المقلوب، اثنين البجعة، صفر الكورة، الواحد الشمعة، والخمسة هو أو هي إشارة الصيدلية. وحاول أنك تلعب مع ولدك
وتبنيه قصة هزلية جميلة فيها جملة من المشاعر الإيجابية اللي فيها ضحكة فيها تفرهيدة اللي تخليه يتذكر تلك القصة. كي تقول له يحكي لي قصة عيد ميلادك، يحكي لك القصة ويعطيك بالضبط الأرقام اللي تمشي مع تلك القصة. إذن هذا كان أسلوب مبسط لاستخدام هذه الأداة، ولكن مثل ما قلنا الأداة هذه تمشي مع كل الأعمار وكل المستويات العلمية. وقبل ما نختم لقاء اليوم نأكد على أهمية التدريب، معناه الذاكرة هي تتطور بالتدريب، هي مهارة والمهارة لا تكتسب هكا في لحظة، لابد أن الإنسان يعمل عليها حتى يطورها. ونعطيكم هدية تعاونكم في التدريب. شنو الهدية هذه؟ موقع يمكن تستعمله في وقت الفراغ وتلعب انت مع ودك في الموقع هذه وتتنافسوا، لأن المنافسة تحفز أكثر، شكون يربح الآخر في اللعبة هذه. الموقع هذا نحط لكم الرابط في المكان المخصص لوصف الفيديو. العملية بسيطة، ادخل الموقع هذا، والموقع هذا يعطيكم تمرين لحفظ الأرقام، يعطيك وقت كل مرة، يعطيك رقم ويعطيك وقت انه كل مرة تحفظ الرقم هذا وتعاوده، وكل مرة السلسلة تزيد، مرة رقم واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، مرة خمسة، مرة ستة، ويقعد ماشي معاك. كل ما تقعد تذكر في الأرقام هذه في وقت قصير جدا، كل ما القائمة تكون أطول. فاستخدم الأسلوب هذا حتى تتمرن أنت وولدك على تقوية الذاكرة في قالب لعبة وفذلكة وجو ممتع، وبالتالي يطور في قدرات الحفظ، حفظ الأرقام دون ما يشعر ودون ما يشوفها أنه قراية وتعليم وتعب وغيره، لا قاعد يلعب كما يقولوا المثل، وعلم الأطفال وهم يلعبون. بهذا نصل إلى نهاية لقاءنا اليوم، شكرا لكم على المتابعة، ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.